قوليلي بتعملي ايه دلوقتي، بتصوري ايه؟ بصور مسلسل ليالينا، اخراج استاذ احمد صالح، انتاج تامر مرسي، وبطوله غادة عادل، خالد الصاوي، اياد نصار، صابرين، وفنانين كتير قوي مش عايزه انسى حد يعني. وعندي كمان فيلم داخله اصوره كمان كام يوم، فيلم سينما برضو بطوله استاذ خالد الصاوي، والاثنين بعمل فيهم شخصيتين مختلفين تماما، وطلع شكلي مختلف تماما، وعامله نيو لوك وكده، فيا رب يعجب الناس يعني. انا عايزاكي كمان، عايزه كل شويه يطلع عليكي اشاعه خطبتي لعلي غزلان، خاصه الكاتب. قولي لي ايه الموضوع، انتوا صحاب ولا مخطوبين ولا ايه بالظبط؟ والله بصي، انا لحد دلوقتي لا انا ولا هو قلنا اي حاجه عن الموضوع، فطالما احنا ما قلناش يبقى ما فيش حاجه لحد دلوقتي، ف لو في حاجه اكيد هقول. بس هو الفكره انه انا وهو من زمان اصلا نعرف بعض يعني، احنا اصحاب من زمان، بس مؤخرا بتجمعنا بقى صدف كتير، ايفنت كتير، شغل كتير، اصحاب كومن فريندز يعني قصدي. ففي الفتره الاخيره بقينا على طول مع بعض، فهو ده اللي خلى الاشاعات تكتر يعني. احنا ده يعني الناس مستغربه ان انت بقيتي بتروجي له المشاريعه، فيعني متاكدين اللي بينكم حاجه او حتى قصه حب؟ لا لا، هو الفكره انه بصي، انت لو انت عندك مثلا يعني، سيبك من موضوع مثلا العلاقه ايه مسماها او كده، انت دلوقتي لو عندك صديق قريب منك او عندك حد بتحبيه قوي يعني قريب ليكي، اكيد لازم تدعميه، تسبورتي. وهو يعني مثلا موضوع الكتاب ده، هو كان اول مره بقاله كتير بيعمل فيه، وبقاله سنين، وبالنسبه له ده حلم ونفسه ينجح، فانا بسبورتهم بس يعني. وهو لما بيكون في اللي فيه حاجه برضو انا بعملها، هو بيسبورتني قوي وبيبقى في ظهري، فهي علاقه جميله قوي طبعا يعني. على اللوك اللي انت عاملاه في شعرك ده، هو لوك جديد يعني، انا زهقت من الاسود فقلت اغير شويه. طمنينا على حالتك الصحيه، كنت من فتره في المستشفى، طمنينا. لا، عملت شلت الزايده، والحمد لله دلوقتي بقت احسن شويه يعني. الله يسلمك.